الحمد لله، راني فرحان على هاد الصفقة. راني فرحان بزاف من سنيت مع فريق مونديال الجزائر، واللي معروف الجمهور تاعها غافر شناوة. ان شاء الله انا جيت هنا باش نفرحهم، باش نلعبوا على لي تيتر. ان شاء الله فرحوا الشعب اللي يستاهل البطولة. عشان سي فري ملي كنت صغير وين الشعب كان يضمد عليا بزاف، من ما انا كنت حاب نلعب. الحمد لله جا هذا الوقت اللي يكسب المكسوب، وراني جيت ان شاء الله وجيت ساعد الفريق، وان شاء الله نطلب من الشعب تاع الشناوي يعاونونا باش نفرحوهم هذا العام. المونديال طموح تاعي الاول نرجع للمنتخب الوطني ونفرح الشعب اللي في شعال ما خداش بطولة، ولا ان شاء الله هاني هنايا باش نفرحهم. جيت باش نطلب منهم باش يعاونونا ويساندونا، احنا نفرحوهم في التيران ان شاء الله. كلمة هذه الأنصار نقول لهم إن شاء الله فرحكم هذا العام، وعاونوا الفريق إن شاء الله نخدموا كاع هذا العام باش نبدو تيتر في لافا إن شاء الله. ونشكر رئيس ثاني اللي وقف على هذه الصفقة وين كان باغيني باش نجي لمدير الجزائر. إن شاء الله رانا كاع معاكم.